هل تجب الزكاة في الأراضي التجارية غير المعروضة للبيع؟ أرجو التفصيل، جزيتم خيرا. الأراضي التجارية، هذا الوصف الظاهر منه أنها الأراضي المعدة للتجارة، يعني اشتريت بنية التجارة، بنية البيع، فهذه فيها الزكاة. ولو أجل ولم يستعجل على بيعها نظرا انتظارا لارتفاع السعر، ما دام اشتراها بنية التجارة فعليه زكاتها كل ما حال عليها الحول. هذا إذا كان المفهوم من كلامها أنه اشتراها بنية التجارة. نعم. وكنا نزكي ما نعده للتجارة. نعم. وإن كانت مش معنى غير معروضة للبيع وهي للتجارة، ينتظر اشتراها بنية التجارة. نعم. اشتراها بنية البيع، لا نية السكنة ولا نية الاستثمار بأن يعمرها ويؤجرها، فهذه فيها الزكاة. لكنه قال لن أبيعها في هذه السنة ولا التي تليها انتظارا لارتفاع سعرها، فهذا لا يعفيه من إخراج زكاتها.